خرج مئات الآلاف الجزائريين إلى شوارع العاصمة مرددين شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم. وتأتي هذه التظاهرات الكبيرة بعد أيام قليلة من دعوة الجيش لعزل الرئيس. تظاهرات عارمة يحتضنها الشارع الجزائري منذ 6 أسابيع للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تطورت مؤخرا إلى الدعوة لإسقاط نظام الحاكم برمته. وفي أول رد فعل شعبي على اقتراح الجيش شغور منصب رئيس الجمهورية كحل للأزمة، تدفق نحو 1,000,000 متظاهر وسط العاصمة الجزائر في احتجاجات هي الأكبر منذ بدء الحراك الاحتجاجي في 22 من شباط فبراير. قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، فيما راقب مئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب على الاحتجاجات وحلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء. الجيش الوطني الشعبي سيظل وافيا لتعهداته والتزاماته. والثلاثاء الماضي طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري تفعيل المادة 102 والبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب. وبموجب الدستور سيصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة. دعوة الجيش حظيت بدعم من حلفاء رئيسيين لبوتفليقة ما لبثوا أن تخلوا عنه، ومن أبرزهم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كما جاءت استقالة علي حداد الممول الرئيسي لحملات بوتفليقة من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات بمثابة ضربة قوية، وكلها مؤشرات على أن حكم بوتفليقة أوشك على النهاية. لكن المحتجين يرفضون تدخل الجيش في الحياة السياسية، معتبرين دعوته التفافا على مطالبهم، ويصرون على رحيل النخبة الحاكمة برمتها، وهي مطالب طموحة في بلد خضع طويلا لهيمنة قدام المحاربين. وما يميز الاحتجاجات الجزائرية أنها بقيت سليمة إلى حد بعيد، لكنها شكلت في الوقت نفسه ضغطا كبيرا على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الشارع الجزائري حتى بعد تراجعه عن الترشح لعهدة خامسة. والحديث أكثر مشاهدينا، يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من الجزائر دكتور بوناب كمال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عنابة، ومن باريس دكتورة سيلين الجريزي باحثة سياسية. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتور كمال لو أبدأ من عندك، مساء الخير. مساء النور أستاذ وعد ولضيفتك الكريمة من باريس. أهلا بك دكتور كمال. الآن الحراك الجزائري يطالب برحيل كل الرموز حتى بعد دعوة الذي أطلقها قائد الجيش. دكتور كمال، كيف نقرأ ونفسر رجع الصدى من قبل الشارع الجزائري لكل هذه دعنا نقول الآمال أو الطلبات أو القرارات التي صدرت من السلطة في الجزائر؟ نعم أستاذ وعد، شكرا على الاستضافة. بداية قناة اليوم لديها شريحة واسعة من المتابعين في الجزائر على أساس أنها منبر للحرية، هذا يسعدني. ولكن نعم شكرا، ولكن الملاحظ البارحة أن الكثير من القنوات العربية قد تعاملت مع احتجاجات البارحة بنوع طغت عليه الرومانسية الإعلامية أو بشيء امتزج فيه الواقع بالخيال، تم تهويل الكثير من الأمور. صحيح فيه نوع من التبرم والاحتجاجات، لكن السلمية كانت هي الطاغية، حتى أنها أحيانا امتزجت بنوع من الفولكلور والأهازيج الفنية وغيرها. ولأول مرة ربما في تاريخ الجزائر يتم إذاعة الاحتجاجات هذه على الهواء مباشرة. طبعا الجزائر وفق ما عرفتها جامعة أوكسفورد هي قبلة الثوار، وتختلف كثيرا اجتماعيا وبنائيا عن بعض الممالك الخليجية. هذه مجرد بداية أستميحك بها أستاذ وعد. تفضل. نعم. بالنسبة لرد وتفاعل الشارع الجزائري وفهمه لمخرجات النظام ولعصب العلبة السوداء، الإشكالية اليوم لا تتعلق أساسا بالمادة 102، بل تتعلق بما تحيل إليه، تتعلق بتطبيقاتها
والتي تحيلنا مباشرة إلى المادة 104 لأنه في حال تطبيق المادة 102 المادة 104 تنص على أنه لا يمكن أن تقال أو تعد الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، في حين أن المطلب الرئيسي للشارع الجزائري ربما منذ يوم 22 فيفري هو كما ذكرتم في التقرير رحيل جميع الوجوه النظام السياسية والمدنية بالأساس. ولكن الشيء الملاحظ هو أنه دعوة أو اقتراح القايد صالح لتطبيق المادة 102 قد أحدثت نوعا من الخلل في توازن القوى، لأنه منذ يوم 22 فيفري الشارع كان هو الطرف الأقوى من بين سواء تعلق الأمر بمؤسسة الرئاسة أو تعلق بمؤسسة الأركان الدستورية، يمكن التعبير عن ذلك بالمادة 7 من الدستور، الشعب هو مصدر السلطات. دعوة أنا كنت أسألك عن هاي النقطة دكتور بوناب لو تسمح لي لمقاطعتك في هذه الجزئية بالتحديد، يعني حطيت إيدك على الجرح، أنا كنت حابب أتساءل عن موضوع الفقرة 7 في الدستور الجزائري، لماذا يتم الإصرار على هذه النقطة بالتحديد دكتور بوناب؟ نعم، المادة 7 من الدستور الجزائري تنص على أن الشعب مصدر السلطات، وتقريب هذه هي المادة الرئيسية التي يركز عليها اليوم الحراك الاجتماعي في الجزائر. صحيح. غير أن دعوة القايد صالح قد أحدثت نوعا من توازن القوى. لماذا؟ لأن الحراك انشق على بعضه اليوم أو انشق على نفسه اليوم بين مؤيد لهذا المقترح ورافض له، كذلك السياسة مثل الطبيعة تكره الفراغ. اليوم الحراك بدأ عاجزا جدا عن تأطير نفسه وهو يدفع ثمن هذا التأطير، وقد بدأت تظهر بعض الفئات المتنازعة، ورغم أن تنازعها فهي متقابلة وجوديا، يعني لا يمكن لأي فئة أن تنفي الآخر أو لا يمكن لأي فئة أن تنفي عن الآخر حق المشاركة السياسية. وواقع وشاهد ذلك هو بعض الشعارات التي رفعت، بعض الأعلام إن صح التعبير التي رفعت إلى جانب الراية الوطنية، وبالتالي في حال غياب الرأي العام، وأظن في حسب اعتقادي الخاص أن الوقت قد فات على تأطير الحراك، أظن أن المجال سوف يفتح بقوة وبشدة للقوة الفضة وللقوة الخشنة وهي المؤسسة العسكرية. طيب. سواء بدور الراعي أو نعم. خليني أنا أخذ وجهة نظر الدكتورة سيلينيا في هاي النقطة بالتحديد، موضوع كيف رد المتظاهرون على دعوة قائد الأركان، وهل هذه الدعوة كانت متزامنة ومتوافقة بين قائد الأركان والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؟ دكتورة سيلينيا مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك، مرحبا بمتابعي القناة وبضيفك من الجزائر. أنا أظن أن الجزائر حقه إن كانت إرادة الشعب، حتى إن ذكرنا المادة 7 التي تقول بأن يعني الشعب هو مصدر السلطة والسيادة الوطنية في الشعب وحده، حتى لو ذكرنا المادة 102 104 114 هناك حقيقة يجب الانتباه إليها، وأن الشعب الجزائري قد خرج يتظاهر للمطالبة بحقوق لتغيير وضع. أما أن نرجع إلى حكم الجيش، أن نرجع إلى حكم الأحزاب، إلى ضغط أيادي خارجية، وهذا ما كنت أنا شخصيا أحذر به، يعني أعلق وأحلل ومراقبة للوضع بالجزائر منذ بداية أو حتى منذ قبل الحراك بالجزائر، كان على المفروض على أن هذه يعني الخروج للشارع الجزائري، الناس ضربت المثل وأعطي المثل بالمظاهرات الجزائرية بكونها مظاهرات سلمية، مظاهرات يتبادلوا فيها الناس الورود، مظاهرات يعني كلها حب وسلام، ليست هذه المظاهرات، تكون هذه بداية المظاهرات مثل ما تفضل ضيفك من الجزائر وذكر يجب، هو قد قال أنه قد تأخر تأطيرها، أنا لا أقول أنه قد تأخر تأطيرها، المشكلة أنه انتقلنا من مرحلة تأطير المرحلة الاستوائية، يجب على المتظاهرين في الشارع الجزائري أن لا ينساقوا وراء الأشخاص الذين كانوا في البداية داعمين لبوتفليقة، وعندما رأوا أن السفينة تغرق هربوا منها، هناك مثل فرنسي جميل يقول عندما تغرق السفينة يهرب الفئران، كلما رأى أن السفينة بوتفليقة تغرق زادوه غرقا وحاولوا الخروج من هذه السفينة بدلا من أن يدعموا هذه التظاهرات السلمية. من البداية الجيش كان من البداية مسيطرا وكلامه كان واضحا، رسائله كان واضحة، يعني أن من كان يتوجه إلى الشعب ليس بوزير الدفاع ولا وزير الداخلية بل هو قيادي في الجيش، يعني من السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية. هل تسمعني؟ نعم نعم تفضلي.
طيب من السلطة التنفيذية وليست من السلطة التشريعية. الجيش في البداية حاول نعس المتظاهرين بالغوغاء بالخارجين عن النظام، والآن هو من ضم إليهم لأنهم فهم أن القرار للأسف خرج من يد الشعب الجزائري، رغم أن الشعب الجزائري كان في بداية يعني يحاول أن يظهر العالم. فالآن خليني أفهم نقطة دكتورة سيرينا، خليني أفهم نقطة، يعني حضرتك أكدت بأن الجيش الآن بات واقفا مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، هذا ما تريدين قوله دكتورة سيلينا؟ لا 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 لا، هو كان مع الرئيس، كان مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لكنه أعلن انسحابه بل وطلب من الرئيس الجزائري الخروج من النظام قبل يومين، لأنه قد فهم أن بوتفليقة مثل ما نقول بالعامية قد حرقت كروته أو انحرقت كافة أوراقه ولم يعد يراهن عليه أحد. لكن الشعب هو في البداية كان يحاول أن يظهر للشارع أنه هو من يحافظ عليه، هو من يدعمه، لكن مع بوتفليقة. لكن بعد يومين، بعد أن فهم الجيش أن الشارع لا يريد بوتفليقة ولا يريد الجيش، يحاول أن ينقذ نفسه. نعرف أن الجزائر نسبيا دولة مؤسسات، ليست دولة مؤسسات 100%، لكن للأسف ما نلاحظ أن الآن الجيش يحاول السيطرة على هذه التظاهرات التي خرجت في البداية السلمية، وكل الأحزاب أو المعارضات كل واحد يحاول أن يأخذ نصيبه في الكعكة. طيب إلى أين يريد الجيش الدكتورة سيلينا؟ يعني هذه النقطة بالتحديد، موضوع الجيش، الكل يعلم دائما بأن الكلمة الفصل والعليا ليد الجيش في المشهد الجزائري، وبالتحديد فيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية. الجيش إلى أين يريد، دعينا نقول، أن يمضي بالحراك الشعبي الجزائري؟ يعني هذه النقطة يجب أن نفهمها منك. الجيش، نحن نعرف صحيح بأن الجيش يريد أن يمضي بالحراك أو بما يحصل في الجزائر إذا ما يريده هو اقتراح وإعادة تدوير نفس الأوجه ونفس بين صورات متوالدة الجزائر. طيب معناته رجعنا دكتورة سيلينا، معناته رجعنا إلى مقولة بأن الجيش يخدم منصب رئاسة الجمهورية وهو بالتالي متعاطف مع الرئيس الجزائري. خليني بهاي النقطة بالتحديد أرجع لعند دكتور كمال. دكتور كمال، سمعت إلى وجهة نظر دكتورة سيلينا في نهاية المطاف، كلمة العليا والفصل للجيش، هل يعني الكثير يتساءل حول هذه الدعوة التي ألقاها القائد صالح بأنها أثارت تساؤلات كبيرة جدا، هل هو قام بتسوية حقيقية مع الرئيس الجزائري أم فاجأه أيضا بهذا المطلب دكتور بوناب؟ أظن أنه المعطيات الواقعية، معطيات الميدان، هي التي فرضت نفسها وهي التي كانت وراء هذا المطلب. الدافع الرئيسي هو الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الجزائري بشكل يومي. الخبراء يتحدثون عن بين 200 و300 مليون دولار يوميا، خسائر كبيرة ناتجة عن تعطل المترو ووسائل النقل العمومية خاصة يوم الجمعة. كذلك تأثير الإشاعة تم سحب الكثير من الأموال، الناس خافت نوعا ما، وتم اللجوء لشراء العملة الصعبة، الشيء الذي ساهم في انحدار أكبر للعملة الوطنية. وبالتالي أظن شيء آخر كذلك ربما ساعد السيد أحمد قايد صالح لاقتراح تطبيق المادة 102 هو خارطة طريق المعارضة. بعد اجتماع المعارضة اقترحوا خارطة طريق للخروج من الأزمة، والشيء الواضح في هذه الطريق خارطة الطريق هو غلبة خاصية الاستبداد في الثقافة السياسية، لأنها كانت دعوة صريحة لسيطرة العسكري على المدني. وأحزاب المعارضة تحدثت عن وجود قوى غير دستورية، هذه الكلمة التي نسمعها تتردد اليوم كثيرا في الجزائر، تتحدث عن وجود قوى غير دستورية دعت الجيش للقضاء عليها، ولكن الغريب أنها دعت إلى القضاء على ما هو غير دستوري بتوريط الجيش الذي يعتبر هو الآخر أمر غير دستوري. بالنسبة لي في محاولة فقط، أتفق نسبيا فقط مع الدكتورة سيلين من باريس، الرأي هو ولكن أختلف معها في القول بأن الجيش الجزائري هو الذي يسير العملية السياسية في الجزائر منذ الأزل أو ربما منذ القدم. ربما أحيلكم إلى برنامج أو حوار صحفي كان للرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عام 1999 مع قناة سويسرية، قال فيها بالحرف الواحد: Je suis l'Algérie tout entière, je suis l'incarnation du peuple algérien. يعني أنا الجزائر برمتها، أنا تجسيد للشعب الجزائري. إذن ثم يتابع قوله: إذن قولي للجنرالات أن يأكلوني إن استطاعوا.
الرئيس الجمهورية الهدف أو التحدي الأول الذي كان يجابهه منذ سنة 1999 هو تحييد المؤسسة العسكرية عن عملية صنع القرار. هذه الكاريزما قد أذهلتهم كثيرا، خاصة طريقة كلامه في وسائل الإعلام وتحديه العلني لمؤسسة الجيش. واليوم للأسف نرى بأن هذه المكاسب، مكاسب الثقافة السياسية التي تعتبر هذه المظاهرات أحد نتائجها الرصينة، نراها تنحدر وتتراجع إلى الوراء، ما يفسح المجال للمؤسسة العسكرية للتدخل بما يتيح هذا من إيجابيات وسلبيات. طيب دكتورة سيلين، بالعودة إليك، هل إشكالية تمثيل هذا الحراك الشعبي السياسي هي مشكلة ومعضلة في موضوع التغيير السياسي في البلاد أم ماذا دكتورة سيلين؟ انا عندي نقطه بعرج على رد دكتور سيلين من الجزائر حول موضوع الجيش. معروف ان المرحله التي مرت فيها الجزائر وان بطفليقه تصريحه الاعلامي شيء وممارسته شيء ثاني، الكل يعرف ان من يسير الجزائر هو كان من يحيط ببطفليقه سواء من اخوته واسرته والطاقم العسكري والمخابرات الذي حوله. لو لم يكن بطفليقه متماشيا او متماهيا او مطيعا لنقول امور بصراحه للجيش لكان تم الانقلاب عليه من مده طويله. هو كان في وخاصه في السنوات الاخيره احنا بطفليقه قد قام بتغييرات جيده وجديه، لكن الموضوع قد مثل فرنسي استجناسون ركود لسياسته. هناك مشاكل اقتصاديه، هناك مشاكل اجتماعية، هناك شرخ اجتماعي، والجزائر ولادة لا يوجد فقط بوتفليقة. العسكر كان يحتاجونه لأنه كان يخدم مصالحه، الجيش كان يريده والمخابرات لأنه كان يتماشى ويتماهى مع متطلباتهم. عندما لاحظوا بأن الخارج قد انقلب عليهم والخارج يتعامل بطريقة ضمنية برسل بوتفليقة قبل الداخل، لأن أول حاجة أو أول شيء قاموا به الوزراء الجدد أو المسؤولين الجدد في الجزائر هو الخروج إلى الخارج، الرحيل إلى روسيا ولمجموعة من الدول لإقناع الخارج بأن بوتفليقة لا زال يصلح، ولم يتحدثوا إلى الداخل، كلامهم إلى الداخل كان تهديدا. مسألة الجيش، الجيش في هو يعني مؤسسة قائمة بذاتها ذات هرمية متمكنة متداخلة ببعضها في الجزائر، متداخلة في أواصر وفي ثقافة، أنا أتكلم عن شعب الجزائر لكن عن ثقافة الحكومة الجزائرية، وكل يعني من مؤسسة تخرج عن هذا الإطار سيتم مدحها ودعمها، هو يعني متدخل في مفاصل الدولة. نرجع إلى سؤالك، هل الإرادة أو الشارع الجزائري لم يعرف أن يمثل نفسه؟ هناك مشكلة كبيرة خاصة في الثورات العربية، الثورات العربية عامة أو المظاهرات كلها تحاول أن تقتدي وتقول عندما نحن نحلل ونقول يا شعب حاولوا أن تنظموا أنفسكم، حاولوا أن تؤثروا أنفسكم. الجزائر ولادة، فيها ناس مثقفة، فيها دكاترة في الداخل، فيها ناس بيروقراطية بالداخل وبالخارج، حاولوا أن لا تقصوا أحدا. من هو مش جزء من المشكلة سيكون حتما جزء من الحل. سياسة الإقصاء والحدية في التعامل للأسف التي تتميز بها السياسة العربية هي من تضع في هذا الفشل. فالمعارضة قد خرجت، لكن المعارضة كان يجب تأثيرها من طرف نخبة مثقفة، نخبة تعرف ما هي السياسة، نخبة متمرسة في السياسة. أنا ضد فكرة أن مثلا في الجزائر يجب إقصاء كل من مر في الحكومة الجزائرية والمؤسسة الجزائرية وضخ دماء جديدة، هذا لا يمكن. يجب الاستعانة بالناس لهم باع طويل في السياسة، يجب تمثيل الشعب الجزائري بأناس من كل الأطياف من كل الفئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ممثلين يتكلمون للداخل يشيدون التحدث مع الخارج، الناس مسيرين. الجزائر ولادة وأظنها قادرة على الفتح يعني، وهذه هو خطأ يعني يعني التظاهر بطريقة سلمية جميل، لكن التأثير والتمرس والتماشي مع السياسات الخارجية والداخلية لإنقاذ هي سفينة ليست مركبة خشبية تسرق أو تصاد بها سمك وترجع، هي سفينة هذه المظاهرات سفينة ثورة المفروض منها أن تنقر عباب المحيط لتصل إلى الشاطئ الأمن، وهذا للأسف لم ينتهي له الشعب الجزائري وسقط في نوع من الفوضى التي أملنا أن يتم السيطرة عليها في أقرب وقت كي لا تضيع هذه المظاهرات. طيب أنا بدي أسألك بعدين عن موضوع ماذا يجب أن تتبع الجماهير أو الناس المتظاهرين في الشارع الجزائري. خليني أرجع لعند دكتور بوناب. دكتور بوناب كمال، يعني بعد دعنا نقول الجمعة السادسة من الحركة الاحتجاجية، على ماذا يراهن النظام الجزائري؟ هل سياسة النفس الطويل أم سيكون هناك يعني فضل لهذه الحركة الاحتجاجية باستخدام القوة الخشنة كما أشرت أنت
في بداية الحلقة دكتور بوناب. نعم، عندما نتحدث عن النظام الجزائري قلت أن هناك مجموعة من العصب واضح أنها متصارعة، وواضح أن الكف اليوم تميل لصالح قيادة الأركان على أساس أنها أصبحت الطرف الأقوى، وبالتالي هناك سيناريوهان في رأيي الشخصي، أن هناك سيناريوهان لا ثالث لهما، وهذان السيناريوهان مدعمان لقوة في ظل ما ذهبت إليه الدكتورة الفاضلة من باريس، وهو أن الإطاء أو أن الحراك كان من الأجدر به أن يؤطر من طرف دكاترة ونخبة مثقفة وأساتذة جامعيين وغيرهم، ولكن للأسف هذا لا يكون، وبالتالي هناك سيناريوهان سوف يكون لهيئة الأركان هما هي الكلمة العليا فيهما، إما أن تؤدي دور المتحكم بشكل كامل، بمعنى أنه رئيس هيئة الأركان قال يتعين بل يجب، الكلمة تدل على أنه الكلمة لها مدلول هام جدا، وهي بمثابة بطاقة توصيفية، وبالتالي في اعتقادي الخاص أنها مسألة أيام فقط، ويكون الحسم بصالح المؤسسة العسكرية بشكل تحكم تام. أما السيناريو الثاني فهو أن يكون لقيادة الأركان دور الراعي والمراقب لعملية الانتقال الديمقراطي، ربما يسمح لرئيس الجمهورية بتدشين المطار الجديد والمسجد الأعظم كنوع من التكريم لرجل قدم للجزائر بعض الإنجازات لمدة 20 سنة، ومن ثم يقدم استقالته لندخل بعدها في مرحلة انتقالية تقودها وجوه بارزة، لأن الحراك عجز عن إخراج نخبته وتقديمها، تقودها وجوه بارزة تعتبر مناوئة فقط للسلطة الحالية، ولكنها من صلب ورحم النظام ككل، مثل السيد اليمين زروال أو أحمد بن بيتور، وربما بعد 3 أشهر أو 4 أشهر نشهد انتخابات. ولكن الإشكال هو أو أن الإشكالية الرئيسية هي أن مطالب الشارع ومطالب الحراك هي مثل كرة الثلج المتدحرجة تكبر يوما بعد يوم. اليوم بدأنا نسمع بإشكاليات المحاسبة وإشكاليات العدالة الانتقالية، في هذا الإطار ربما وفي ظل هذا الأمور الغير واضحة تماما، لا بديل ربما لنا إلا النسيان. النسيان هو سلوان الماضي، النسيان يحافظ على السلام الاجتماعي ويرسي دعائم الوحدة الوطنية، ومن شأنه أن يمنع كل فرقة. والرئيس الجمهورية عندما جاء 1999 بنى الجزائر الجديدة على طيب. أساس الوئام المدني القائم أساسا على النسيان. دكتور بناب خليني أخذ تعقيب من دكتورة سيلين، يبدو كان عندها حابة تحكي شيء. دكتورة سيلين المنبر لك، تفضلي. أنا عندي تعقيب بسيط. أنا عندي يقين بأن ما حصل في المظاهرات الجزائرية كان يراد له أن يحصل بهذه الطريقة. أنا ضد نظريات المؤامرة، لا أؤمن بها حتى لو كانت واضحة، لأنني أحاول أن أحلل بتجرد، لكن أنا على يقين أن دولة مثل الجزائر مثل ليبيا أو حتى الدول بعض الدول يراد لها أن تظل تحت حكم أو تأثير عسكري. لماذا؟ نحن نعرف أن الجزائر فيها مجموعة من الجماعات الإسلامية المتطرفة المرابطين الذين بايعوا القاعدة وداعش وغيرهم، لماذا لم يذهبوا إلى الآن؟ أنا من رأيي أن الموضوع سيستعمل ككرت بعدين من طرف الجيش الجزائري لكي يجعل أو يخوف أو يرهب الشعب الجزائري ويجعله يطلب بدل الحقوق ورحيل بوتفليقة وكل هذه الأشياء أن يطلب شيئا واحدا هو الإحساس بالأمان. وفي كل الأحوال تدر لنا الأيام أن هناك مجموعة من السيناريوهات المقترحة، سيناريو سوريا، سيناريو كوبا، فيدل كاسترو، سيناريو مجموعة اليمن، سيناريو، لكن أنا أظن أن السيناريو الذي سيحصل هو سيكون خليط من تفعيل الدستور، لكن ليس بمرافقة العسكر. أنا أفرق بين كلمة مرافقة ومراقبة، سيكون بمراقبة الجيش والرئيس الذي سيكون الزميل قد ذكر من الجزائر أن هذه الانتفاضة وهذه التظاهرات لم تنجب شخصية بارزة، يوجد الشخصيات البارزة. الجزائر شعب واعي، شعب مثقف سياسيا، الجزائر ولادة، لكن تم تحشيمهم، تم إضعافهم، لأن من يراد له أن يستلم الحكم هو الذي تتماشى مصالحه مع مصالح الجيش أولا ومصالح الأيادي الخارجية التي تستفيد بطريقات أخرى والتي تترقب، ومنها فرنسا التي تترقب، منها روسيا أيضا التي تترقب. فهذا هو المطار. وللأسف أنه خرجت إرادة الشعب دائما سواء في الجزائر أو غيرها، هي مظاهرة تنسينية كانت جميلة وأتمنى أن تستمر كذلك، لكن في نهاية الدول هذه ليس مكتوب عليها للأسف الديمقراطية، لأنها
دول غنية ويراد من الخارج لسياسة مصالح كبرى. ضيفتي من باريس دكتورة سيلين الجريزي باحثة سياسية، شكرا جزيلا لك، وشكر لك أيضا ضيفي من الجزائر دكتور بناب كمال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة عنابة، وشكر الأعظم لكم مشاهدين على طيب وحسن وكرم تابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.